البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا. هذا أثر عن ابن عباس ذكره الواحدي في تفسيره والقرطبي بدون سند. والآية عامة تشمل حفظها عن الحلف وحفظها عن ترك الكفارة، فيحنث ولا يكفر، ويحرم الحلف إذا كان عن كذب أو جره ذلك إلى التساهل في الأيمان وإلا فيكره. وقول الشارع قبل من النهي عنه والوعيد، الوعيد سيأتي معنا في حق من حلف كاذبا أو أدى به الإكثار إلى أن يقع في الحلف كاذبا. وأما كثرة الحلف بمجرده فهو مكروه، ويقع في الحرام إذا وقع في الحلف الكاذب. والمصنف رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، أي لا يحلف، واحفظوا أيمانه، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. والإكثار من الحلف نعم قد يوقعه أيضا بالاستخفاف وعدم التعظيم فيقع في الحرام، فالأصل فيه الكراهة وقد يقع في الحرام بعوارض. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. قال: وقال المصنف رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، إسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله. ما معنى أشيمط؟ أشيمط زان، نعم، شيخ كبير الذي قد شاب ومع ذلك يزني، وعائل أي فقير ومع ذلك يستكبر، والثالث من جعل الله بضاعته أي يكثر من اليمين، كل إذا باع حلف وإذا اشترى حلف، فهذا يقع في ماذا؟ في
الكبيرة، والظاهر أنه أراد كما جاء في الرواية الأخرى يحلف كاذبا من فمين، أشار هنا إلى أنه يحلف كاذبا إشارة، وقد نص على ذلك في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب. قال الشارح رحمه الله سلمان، لعله سلمان أبو عبد الله الفارسي أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. الحديث موضوع وقد شهر بين الناس وهو موضوع. خرج الطبراني والحاكم في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال فيه الشافعي: ركن من أركان الكذب. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، والحديث عن عمرو بن عوف رواه عن أبيه عن جده. قال: إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، أخرجه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث ضعيف من حديث بريدة، فيه شريكنا القاضي وهو ضعيف، وفيه أبو ربيع الإيادي. قال أبو حاتم منكر الحديث، ووثقه ابن معين وقد مال الذهبي وابن حجر إلى تقديم كلام أبي حاتم. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. ضعيف، والحسن لم يسمع من سلمان. رجاء بن سعد توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، قال أبو عبيد: 36 عن 350 سنة، يعني مات عمره 350 سنة لم يثبت. قلنا هذا لم يثبت في سن سلمان رضي الله عنه، فقد ذكره بعض المؤرخين. قال الذهبي في السير: لا أعلم له مستندا، بل قال الذهبي: ما أظنه تجاوز 100. قال: ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. سلمان هو الفارسي كما نعم هو المعروف أنه يروي عنه أبو عثمان النهدي، وقد جزم الطبراني في معاجمه الثلاثة كأنه سلمان الفارسي، جزم به الطبراني في المعاجم الثلاثة: الأول أكبر والأوسط والأصغر. قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه. فماذا عن حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمة، يلقى الله العبد فيقول: أي فل، ألم أزوجك وأسخر لك الخير والإبل؟ فيقول: بلى. يقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. يقول: اليوم أنساك كما نسيتني. فهذا كلام عندك أبو حمزة، كلام حساب، والمنفي كلام الرحمة الذي يقع في معاهد الطاعة: يكلمه الله سلام قولا من رب رحيم. إشكال ثاني: كيف ينفي عنهم وهؤلاء أهل الكبائر؟ هؤلاء أهل الكبائر، فقد فيكون دخولهم الجنة أيضا حاصل ويكلمهم في الجنة. من سيجيب على السؤال الثاني عندك إبراهيم؟ يعني في حال قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة وهم يعذبون إذا أراد الله تعذيبهم، أي من شاء الله تعذيبه في ذلك الوقت لا يكلم. كلام رحمة. قال: نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله،
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليها للسنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع. ومعنى قديم النوع أنه لم يزل يتصف به أزلا، كما لا يزال يتصف بالكلام أبدا. قديم النوع كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام: فإذا قالوا لنا، يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ والحوادث لفظ مجمل سيأتي. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك. ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون: لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم، لأنه فعال لما يريد أزلا وأبدا، فلا ينفى الفعل عن الله جل وعلا، لا يزال يفعل ما شاء متى شاء أزلا وأبدا، فعال لما يريد. قال الإمام الدارمي: الحي الفعال، الحي الفعال، بمعنى لا يمكن أن يوجد حي ولا يفعل، فكيف بصفة الحياة الكاملة لله جل وعلا؟ الحي الفعال. قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله: أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله: ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ به بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.